البيضاوي هدف التعادل، هدف التعادل لأتلتيكو مينيرو عن طريق رونالدينيو من كرة ثابتة. قلت لكم مشاهدة الكرام خطير جدا مينيرو في الكرة الثابتة، خطير جدا لما يسددها رونالدينيو، باتين جميلة فعلا والحظ كان بجانبك يا رونالدينيو لأن الكرة لمست القائم واستقرت في شباك. هذه الإعادة مرة أخرى لكرة رونالدينيو، يتفرج فيها العسكري، يراقبها العسكري ويخليها تمر العسكري، لانه من الصعب جدا الكهرباء بين الجهه جهه فعلا مسار الكره، وهذا ما حصل مع خالد العسكري يتفرج في كره الرو...